اوكي، الان نيجي للكوانتيفايرز. وصل الوقت الكوانتيفايرز. الكوانتيفايرز هي معناها تعبيرات الكميات. بعض الكلمات تاتي لتعبر عندي لكميه معينه. هاي الكميات او من هاي التعبيرات اللي انا عندي، في عندي little، a little، few، a few. هسا كلمه little معناها كميه غير كافيه، وتاتي مع الـ uncountable nouns، مع الاسماء غير المعدوده زي ما وضحنا قبل. A little معناها كميه كافيه، وتاتي مع الـ uncountable nouns. So little، a little مع الاسماء غير المعدوده، ولكن little without a تاتي معناها كميه غير كافيه. Little with a مع الـ a تيجي بمعنى كميه كافيه. نيجي للكوانتيفايرز الثانيين، عندك few و a few. few و a few تنتين بيجوا عندي مع الـ countable nouns، مع الاسم المعدود، ولكن few تأتي مع عدد غير كافي، a few تيجي مع عدد كافي. so few without a غير كافي، a few with a تعطيني عدد غير كافي او بتعبر لي عن عدد غير كافي. نيجي للاكزامبلز. example number one، we have little bread we can't eat today. نحن لدينا القليل من الخبز، so نحن لا نستطيع الاكل اليوم. اجت عندي كلمه little، اذا بتلاحظوا اللي باللون الاحمر، كلمه little اعطتني معنى غير كافي، او عبرت لي انه البريد اللي هو الكاونتبل ناون، سوري الانكاونتبل ناون، عبرت لي انه غير كافي. We have a little bread we can make some sandwiches. اعطتني هون اجت عندي a little مع uncountable noun اللي هو البريد، اعطتني معنى انه هو هذا الشيء كافي. She has few friends she feels lonely. معناها او معنى الجمله ان هي تمتلك القليل من الاصدقاء، لذلك هي تشعر بالوحده. So اجت عندي كلمه few مع كلمه friends. friends اسم معدود، ولكن اعطتني اسم غير كافي، او عبرت لي انه الفريندز انها غير كافيه. She ate a few sandwiches. He is not hungry more. كلمة a few اجت لي مع اسم معدود اللي هي sandwiches، ولكن اعطتني او عبرت لي معنى انها تكفي. نيجي لو جينا نفرق، هسا نيجي ل some with an. لما احكي I have some questions about the material. Have you got any help? I haven't found any food. كمان مرة. I have some questions about the material. Have you got any help? I haven't found any food. لو اجيت افرق بين السم والان. السم بتيجي عندي بمعنى البعض من او البعض من، وتاتي مع الاسماء غير المعدوده، وكمان بتيجي مع الاسماء المعدوده، ولكن بتيجي معاي مع الجمل المثبته. كمان مره. السم تعطيني معنى البعض من، وتاتي مع الاسماء غير المعدوده والمعدوده، ولكن شرطها بتيجي مع الجمل المثبته. نيجي للاني. الاني تاتي بمعنى اي، كمان نفس الشيء، بتيجي معي مع الاسماء المعدوده وغير المعدوده، ولكن بتيجي معي مع الجمل المنفيه او التي تعطي معنى النفي، وتاتي معي بالسؤال. اذا كمان اضافه عندي على اني، تاتي معي بالسؤال. لو بنرجع للاكزامبلز اللي قبل، بنلاحظ انه I have some questions، عندي some questions، بعض من الاسئله about the material. اجت عندي جملة مثبتة ما فيها أي نفي، ما فيها سؤال، so بستخدم كلمة some. هون عندي ما بفرق بين الاسم، عادي جدا. تيجي معي حكينا some تأتي مع الأسماء المعدودة والأسماء غير المعدودة. تمام؟ ولكن شرط إنه أستخدم some إنه ما يكون عندي لا سؤال وما يكون عندي نفي. إذا تأتي مع الجملة المثبتة. نيجي للمثال اللي بعديه. Have you got any help؟ ليش استخدمت كلمة any؟
ما استخدمت سام. إذا بنلاحظ إنه أنا عندي هون سؤال وحكينا مع الأسئلة بستخدم الأن. نجي للمثال الأخير. I haven't found any food. أنا ما وجدت أي نوع من الطعام. ليش استخدمت أني ما استخدمت سام؟ لأنه haven't عندي هي نفي، وحكينا الأني تستخدم مع الجمل المنفية أو السؤال. وحكينا ما بتطلع على الاسم، لذلك الأني والسام يستخدم مع الأسماء المعدودة وغير المعدودة على الجهتين. السام تأتي مع الجمل المثبتة، الأني تأتي مع السؤال ومع النفي.